فأين الذهاب من الله؟ فأين الذهاب من الله؟ فأين الذهاب من الله؟ إذا بغت الأجل ولم نستعد بصالح العمل، أين؟ أيها الإخوة، والله لا ينفع البهرج في هذه الدنيا، ولا ينفعك كثرة الناس في هذه الدنيا، ولا المال ولا الحشم ولا الخدم ولا الأنصار وكثرة النصرة من الخلق في هذه الدنيا إذا لم تكن على الخير والهدى، فإن العاقبة تكشف للناس يوم القيامة. فلنحسن ولنتق الله جل وعلا، ولا يكن علمنا حجة علينا كما ذم الله به قوما ممن كان قبلنا لم يعملوا بما آتاهم الله، فشبههم الله جل وعلا بأخس المخلوقات، وذلك في قوله: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يحمل الأسفار على ظهره لا يستفيد منها. واعلموا أنه ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، ولكن العلم هو الذي يتبع بالأعمال وتصدقه الأعمال، وإن قلت الرواية والكتب فما أكثر الكتب عندنا وما أقل العمل عندنا، نسأل الله اللطف والمسامحة، وما أقل الكتب عند أهل الخير والتقى وما أكثر العمل عندهم. فلا تغرنكم معشر الأحبة هذه الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور، فاتقوا الله سبحانه وتعالى وانظروا ما تقدمون به، ونقدم به جميعا على الله سبحانه وتعالى. يوم تبلى السرائر ويكشف ما في الضمائر، يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، إن ربنا سبحانه وتعالى بعباده لخبير بصير. أيها الإخوة في الله، من كانت قلوبهم حية فهي التي تستفيد، ومن لم تكن فنعوذ بالله من هذه القلوب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالعمل الصالح الذي هو ثمرة العلم النافع، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة، وأن لا يهتك عنا ستره، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم
بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فأين الذهاب من الله؟ فأين الذهاب من الله؟